تبارك الله عليك ماضي. ها الله يحرم. ايه واش هو ماضي؟ ها والله يا ولدي حتى نقرد لك ذاك الراس. التراحات تبارك الله، التراحات هذا موجودين والربيع تبارك الله كاين، هادو البهايم ديال التراحات. هذا غير لاطر ديال الضب، لاطر ديال الضب هذا، ضب كبير، ها لاطر ديالو. هو يكون سبحان الله العظيم كيكون بحال بحال ضما. هذاك الكلب هذا توا بحال الا عرف الهضره، حوايج التراحه راهو مالهيه، وهو ديما تبعنا من تيتاع، يعني الحيره تاع على هذوك الحوايج، دار الحيره تاع على هذ الحوايج، فهمت؟ هو دابا تابعنا حتى خرجنا معاه هنايا، وتابعنا من تيتاع. ما كنت احفر شي حاجه هنايا. والله ما كنا كل حاجه هنايا الحفير ديال المقود سبحان الله العظيم. اجا واحد لاطر هنايا والله الا لاطر بالله والله الا لاطر هذا وكبير هادشي هادي تشوف كاني تاو دار الدخله ورا الدخله هادي اللي داير يا الله ودي شدو هاد الغار الله دي نمري باش يبان داخل الغار راح بروح الله الله ودي يا الوالدي الكلب وغا بو المريات هذاك هو كيبان كاع والله إلا بو المريات كاين داخل والله إلا تحب واش بوتكا ورحم ديال ديك الضربان ديالنا تما تحب واش بوتكا والله إلا بو بوتكا صاف دقيرة بو المريات هاجي ها هو ها هو كيف هيك ندوق سبحان الله العظيم شوف الانسان ديالي شوف اش كيدير ها هو بو المرايات هذا صافي شوف شحال هاد ما تزوق لي عطاه الله ها
هاد الدواق اللي عطاه انا طيب قال الله ينعل والديك سبحان الله عاد مد ادقى يا ولد قال الله يهديك شوف هاد الدواق اللي عطاه الله شوف 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 هاد الدواق اللي عطاه الله شوف شوف مالك ها سبحان الله عاد مد الدواق اللي عطاه سيدي ربي نزوق بالكحل ومن تحت تفر مالك مالك ها شوف الله حرمه الضا ديالو ها ها سبحان الله العظيم مالك مالك ها مالك اودي الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك اش كتعض اش كتعض اش كتعض مالك مالك ها مالك مالك ها بدا لحت عليا الفنك بدا لحت خرج عليا الفنك تما صافي قضاو ليك ها العضان بعدا تبارك الله عليك ماضي ها الحرام ايه واش ماضي ها والله يا ولدي حتى نقد لك داك الراس ماضي مزيان سبحان الله العظيم كيدير اللون ديالو وماضي شوف كيضرب بنادم كي يجرحو شوف الدماء الزبل ديالو حتى هو يلاه محيد البتخ باقي كيبري هادشي هادشي اللي جاب الله ها هو وانا قاعد كاين الله الا تحب واش بغيت كهداك والحرمه قلت الدميات ماضين عندك دوك الدريتات ياك ماضين عندك سبحان الله العظيم هاد الدواق اللي عطاه تيدير في مزواق ها انت ترى اش في يديك شدلك ها اش في يديك شوف 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 ها ضربه هنا وها ضربه هنا مالك 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 ها مالك 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 زقا 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 هاجي مالك ها تك على راسك تك زيد سبحان الله العظيم الانسان عنده غير كيف يجبد الانسان هو الرزق ديالو شوف شوف كيفاش ها ها مسخوط بالي دين تقا شوف كيفاش كيفك على راسو ها شوف اخوتي انتما هادشي هادشي اللي جاب الله اليوم ها هو هذا هو ابو المرايات انا عجبني فيه غير هاد الدواق سبحان الله العظيم هاد الدواق اللي عطاه الله هو اللي عجبني فيه سبحان الله العظيم اودي تلقى الله يهديك الله يهديك اودي سير 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 الاخر يلا سير خمس خطوات دينا وكاع ردنا دميات ها انت ها انت ماضي مع راسك والله الا ماضي شكرا لكم دوك الناس اللي كيتبعونا في القناه الله يحفظهم الله ينصرهم وديما ابوني كاع المغاربه كلهما داخل الوطن وخارج الوطن لا الشلوح ولا العرب يش الحيد اما ديغن او كن يحفظ ربي او كن ينصر ربي لا كني ولا كلشي العرب المغربي واحدا يا نقول الحمد لله دون العرب ما نديش الحين او كن يحفظ ربي يتمنى ربي الرينون اش تتربي العديانون كل ما غيتنزل كان فولكي غادي يعاون ربي لا غيتنزل كان فولكي غادي نقير غير بعد ربي ممكن لي بعدن وكل دي قنوان وهوك نحضر بي ديما ابوني شكرا لكم شكرا لكم بزاف والسلام عليكم ورحمه الله.